بداية النهاردة نقول عليها إيجابية. بدأنا نتكلم على الحمد لله. 1/7 ساعتين، وإن شاء الله نروح للأسبوع الثالث مباشر عندنا قطع كهرباء حتى نهاية سبتمبر. إيه اللي تم عشان يتم تنفيذ وتطبيق المخطط اللي بيتم بين وزارتي البترول والكهرباء بالتنسيق مع دولة رئيس الوزراء؟ أنا عايز أقول لحضرتك، منذ المؤتمر الصحفي للسيد رئيس مجلس الوزراء أو الإعلان عن زي ما حضرتك قلت انه التخفيف هيقل ساعتين، وبعدين ان شاء الله في الربع الثالث هيختفي خالص لفتره الصيف. اجتماعات مستمره المهندس طارق المولى سواء مع الناس المسؤوله في البترول او الشركه القابضه للغازات عشان نقدر نعمل برنامج سريع نقدر نستورد في شحنات الغاز المسال، وبالفعل ان شاء الله في 21 شحنه ان شاء الله من الغاز المسال عظيم هيوصلوا ان شاء الله خلال فصول فصل الصيف الجايه دي كلها يوليو اغسطس سبتمبر. ايوه، وبالاضافه الى كميات اخرى شحنات من فان شاء الله مع الاسبوع الثالث ان شاء الله الامور هتبقى مظبوطه. الشبكه نفسها المخزون بتاع الشبكه القوميه للغازات المخزون بتاعها ان شاء الله هيبقى كافي، وان شاء الله بمشيئه الرحمن تبقى كانت يعني موجه وعدت. احنا عارفين طبعا الجو درجه الحراره مرتفعه جدا، في زياده في استهلاك الكهرباء، ده بيتطلب زياده في استهلاك الوقود وامدادات الوقود. لكن بنقول ان شاء الله بمشيئه الرحمن خلال الفتره اللي تم تحديدها ان شاء الله تبقى مستقره والشعب المصري يرجع زي ما كان يستمتع بالكهرباء. طيب حمدي بيه، ربما حضرتك بتقول لنا 21 شحنه تم الاتفاق عليها ولا لسه؟ تم الاتفاق عليه. دول دفعنا فيهم كام فلوس؟ لا ما عنديش الارقام، ارقام الفلوس ما عنديش، لكن احنا طبعا المبلغ المحدد من قبل الساده مجلس الوزراء في مليار دولار لاستيراد شحنات من الغاز المسال، بالاضافه الى 180 مليون دولار لاستيراد المازوت. طب الغاز المسال بنتكلم 21 شحنه، هل بدات شحنات تصل الى مصر حاليا؟ بدات بالفعل. في شحنات وصلت النهارده، وفي شحنه كان قبل كده وصلت مع المركب التغويز اللي موجوده دلوقتي في العين السخنه في صومد، واليوم ان شاء الله وصلت اول شحنه اخرى موجوده بيتم تفريغها حاليا من المركب الى مركب التغويز عشان يتم امدادها في الشبكه القوميه للغازات في صوره غاز. شحنه النهارده 3.5 فعلا مليار قدم؟ يا فندم الشحنه بتتقسم. ايوه حضرتك قول لي اشرح لنا. بتتحسب الشحنه بتبقى الغاز المسال 100 يعني المتوسط بتاعها 155 الف متر ده المقياس بتاع الشحنه، الغاز المسال بتتقاس بالمتر بتاعها. طب كويس. لو المساله دي هتنهي مشكله ازمه الكهرباء زي ما بقول كده، الغاز المسال اللي احنا الشحنات اللي احنا بنستوردها تنهي لحد سبتمبر ولا لنهايه العام؟ الو الصيف. ايوه الو حمدي بيه اتفضل. الشهور المتبقيه من الصيف ساعتها ان شاء الله هيبقى في اجراءات اخرى لو تم الاحتياج. طب بيعتبر النهارده انفراج ومكملين، والاسبوع الثالث زي ما رئيس الوزراء وعد مفيش قطع كهرباء، هتكون وفرتوا كل الاحتياجات المازوت والغاز ان شاء الله. ان شاء الله. فيما يتعلق بالمصانع، هل فعلا بعض المصانع تم يعني وقف عندها نقص في الغاز الطبيعي الغاز؟ احنا طبعا كنا في ظروف طارئه واستثنائيه، لابد من الحفاظ على الشبكه القوميه للغازات والشبكه القوميه للكهرباء، فكان في طبعا اجراء طارئ اتاخد واجراء مؤقت بالنسبه لبعض المصانع، وان شاء الله خلال الفتره الجايه البيوت كلها هتبقى طبيعيه ان شاء الله. بنتكلم فتره طويله ولا لانه بعض المصانع دي توقفت لا تماما؟ لا مش طويله ولا حاجه، بتكلم على سيدي كرير، كيما، ابو قير، كل ده. سيدي كرير بدات تشتغل تاني تدريجي، حتى اعلن رئيس الشركه في خطاب البورصه ان تم الاجراء التدريجي تشغيل التدريب لبعض المصانع عنده. بقول لحضرتك كده في خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله المصانع هيتم امدادها تاني بالغاز ان شاء الله. هل مصانع الحديد فعلا ايضا خفضتوا عنها الغاز ولا الاسمده بس؟ هو الاساس الاسمده حضرتك. الاساس اسمده. الاساس اسمده. لكن الحديد لا؟
لا انا ما عنديش المعلومه بالنسبه للحديد، لكن عندي المعلومه بالنسبه للاسمده. احنا بنقول ان شاء الله تم الايقاف المؤقت لهذه المصانع، لكن انا هقول لحضرتك ان شاء الله كل المصانع هيتم تشغيلها وفقا للمعتاد ان شاء الله خلال الفتره القادمه. طيب في معلومات النهارده على انه في تحالف لعدد من الشركات المصريه، منهم اعتقد سيدي كرير والمصريه القابضه للبتروكيماويات، بيخططوا لاستيراد غاز صخري من امريكا، مدى دقه هذه المعلومات؟ هو طبعا انت عارف كل الشركات دي شركات استثماريه بتحاول بقدر الامكان ان هي تبقى التشغيل بتاعها بنسبه 100% بالنسبه لاحتياجاتها من امدادات الغاز، وبالتالي في دلوقتي امكانيه ان يتم استيراد شحنات من الغاز الصخري من الولايات المتحده الامريكيه عشان خاطر يبقى التشغيل كامل بالنسبه لهذه المصانع. طيب حمدي بيه دلوقتي وده في اطار ان انت عارف السوق مفتوح لجهاز تنظيم سوق الغاز. ايوه يريح الاستيراد. طيب حجم انتاجنا حاليا قد ايه من الغاز الان حاليا؟ والله الرقم اللي كان عندي حوالي تقريبا 5.7. نعم 5.7 ايه؟ 5.10 تريليون. ايوه حاليا. حاليا نعم. طيب سوري 5.7 مليار هذا مكعب يوميا. تريليون دي ده الرقم الاحتياطيات ودخل مليار. انا والله انا دكتور، انا احمد بيه مع مراتي عند الدكتور. الف سلامة. فانا باصص لها كده اول ما هتخش هقول لحضرتك عليها. ألف مليون سلامة ونطمن عليها. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حمدي عبد العزيز، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور أيمن حمزة متحدث باسم وزارة الكهرباء. دكتور أيمن مساء